the game is important. Of course, it's important to be the first of the group, but we need to think about the next game, semi-final. It's an important day for Morocco team, and we are be prepared. We are prepared for this game. احنا المهم عندنا هذه المباراه حاولنا غير باش نجربوا بها بزاف ديال الامور ديالنا وسط الملعب، ما ساعدناش لحد باش الاستحواذ على الكره. كنتمنوا من الله ان شاء الله في الدومي فينال نكونوا في حسن ظن الجماهير المغربيه، وحنا المهم عندنا هو ان شاء الله جايين على المبتغى، فهمتي؟ هذه مباراه كانت باش تشوف شكون اللي غدوز الاولى وشكون اللي غدوز الثانيه. ان شاء الله في الدومي فينال غنقولوا الكلمه ديالنا وينتظرونا الجماهير المغربيه. شكرا.